عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد صادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، صلى الله عليه، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر، صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به. فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، فيقطب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه، وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما أثر الأكوان من أجل إكرام الله. صلي وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى النبي محمد. يا إمام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أثر تخصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم، نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنكل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. فقد قادت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، صلى الله عليه وسلم، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الباخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، صلى الله عليه، ونورا حيرا كر زهوره وبهر، فتعلقت همة راكم لهذه الحروف بأن ينقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف، صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تبي بأشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خلاص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا طالب الأقلام أنشؤني خير الأنام، ولكن هزني إلى تنوين ما في من سيار أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، صلى الله عليه. وبقيت رأيته بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، دعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولا يتشوك إلى السماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فلعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي شافع، ويتروحان براح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للكلم أن يخذ ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثر، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس، وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الحديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، فمنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. فقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين بالخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية، اختصت من شاءت من البرية بكمال الخلق
بالخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاف بطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم الكريم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فطلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمته أشياؤها بمعونة الله محافظة لها في هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم وأشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. وموضعا لكتبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة، والكون كله يمسي ويمسي في سرور وابتهاج بقرب جهر أصرعك هاج السراج، والعيون مرسوكة إلى بروجه متسوكة إلى تقاط جواهر كنوجه، وكل دابة لقريش نطقت بفاصح الإبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في هملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام، ولم تزل الأرض والسماوات متدبقة بعدن الفرح بملاكة أصراف البريات وبرود من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد التنقله بالبطون والظهور، فأظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير إمارة التسريب وتعظيم بمراد هذا البسر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمنى يظفر بما قد تمنى في رضا الرب يمشي في صباح ومساء من حبكم يا
الشفاعة من المختار في يوم القيامة. حب طه حبيب القلب والله بنساه سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب عقلت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لذنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي السلام عليك، يا رسول Allah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق أن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وعوسهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللبز المحتوي على المعنى الجازل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترعد منها فرائس الأكوياء من البرية ومن نشد به تعطر الطرق والمنازل وفي أرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت بوصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أو سبع عز قد تعالى مجدها أخذت على نجبسها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسر النبي الفاتحة أمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلى الله تبارك وتعالى على سادتنا وعصر سيدنا رسول الله أجمعين ولما نظم الفرق من دار إلى قندر لأصحاب محمد يعقوب توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويطبع عملي في الأعمال مقبولا والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يوان إليه التوجه الآمل وتعود زابرا على بعزته تهد الرحل وتكشف منه الفيضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات كاملة مستودعي أمانتك وحافظ سرك وحامي بدعوتك الشاملة الأبي الأكبر الأمام المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن الكرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسكي قرشي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا
النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أكبرنا وتقلبنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه بنيتنا وعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترائك اتباعه من السالك ولحقك وحق من المعدل ولعهدك من الحافظ اللهم إنا لنعلم أتبع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزرنا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك المستشفعين أن تقابل المد ما منا بالغفران أن تقابل المد ما منا بالغفران أن تقابل المد ما منا بالغفران والمسيح بالأحسان السائل بما سأل والمعمل بما عمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزرع طواله وزهر اللهم ببركاته وشرك وجهاته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وليتدين كبير في جميع أفضل منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا الوصورة واخشف اللهم كربة المكروبين وقضي إلينا الهدين وغفر للمكروبين وتقبل توبة التائبين أشر رحمتك عليهم لك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وبسط الأظلام والتلحق في جميع النواحي والأقطار وإيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعانين الذين المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بئس العصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بئس العصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بئس العصين من جميع البلايا أخلي سلمكين من الذنوب والخطايا وأجبنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.
Thank you.